السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالتلاميذ الأعزاء، تلاميذ سنة ثانية بكالوريا العلوم التجريبية، ودائما مع درس دالة لونغاريت من نيبيري ألين، ومع فقرة جديدة هي فقرة النهاية الأتيادية. إذا في الفيديو السابق كنت سبق ذكرت بأن هذا الفيديو هذا غادي يكون يعني فيديو ذا أهمية كبيرة نظرا لدور النهاية طبيعة الحال في دراسة الدالة. إذا بالنسبة لدالة لونغاريت من نيبيري، يعني راه عندها ست نهايات، حنا دابا نشوفوهم، غير هو اللي تحاول ترد منو البال، خاص ضروري النهايات السابقة، يعني داكشي اللي شفنا في الأولى بكالوريا أو في بداية العام هاد السنة تاع البكالوريا، خاص النهايات يكونوا مضبوطين مزيان، لأن غنخدمو بهم بزاف، أنتم غتلاحظوا. إذا مع أول نهاية، ليميت عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال ألين إكس يساوي زائد ما لا نهاية. خاصكم تتبعوا معايا مزيان شنو كنقصد بهاد. دابا بعدا علاش درت هاد اكس كبيرة هنايا، باش التلامد ما يبقاوش ديما منحاصرين غير في الين اكس صغيرة، خاصها تبان لي هي عاد باش يقول صافي راه بليس انفيني. اذا الا كان هذا كيقول بليس انفيني، دابا هذا غيعطينا بليس انفيني، بالتالي الالين ديال بلس لانفيني كتعطيني بلس لانفيني. هذا هو اللي خص التلاميذ يردوا ليه بال مزيان. اذا الالين ديال بلس لانفيني دابا هذا راه غير حيد هنا اكس كتقول بلس لانفيني، لكن بالنسبه للتمارين اللي غنشوفوا ديما تركزوا على هذا، هذا اللي غادي نعوض اشنو غيعطيني، واش بلس لانفيني والصفر، على حسب النهايه اللي كندرس. اذا هنا الى هذا بلس انفيني راه الالين ديال بلس انفيني كيعطيني بلس انفيني، بحال دابا لا مابقاش كيحكم، فهمنا. ومن نعطيكم مثال، نعطيكم مثال باش ما نعطلوش كاع. اذا ليميت عندما يؤول اكس الى صفر بلس، مثلا الين ديال 1 على اكس تساوي، اذا دائما خصنا نخدموا على هذا هو الاول. دابا الى عوضت بزيرو بلس، دابا الى عوضت بصفر تيقول لي هو زيرو بلس، ماشي غادي نقول زيرو بلس هنا، راه اليمين ديال الجدول. دابا جدول الاشارة عندي اكس كتنعدم في صفر، اذا على اليمين بلس وعلى اليسار بلس، اذا على اليمين كاين بلس، هذا غيعطيني زيرو بلس، ماشي حيت عندي هنا بلس، المهم هذا غيعطيني زيرو بلس. واحد على زيرو بلس كيعطيني بلس لانفيني، الالين ديال بلس لانفيني كتساوي بليس لانفيني. اذا ما يبقاش ديما التلميذ خصو تيشوف هنا بليس لانفيني عاد باش يقول بليس لانفيني، هذا اللي قدم الالين الا كان كيعطيني بليس لانفيني راه النهايه كيعطيني بليس لانفيني، صافي نتمنى لي تكون واضحه. النهايه الثانيه، ليميت عندما يؤول اكس الى صفر بليس ديال الين اكس هذا يساوي ناقص ما لا نهاية. ونفس الشيء اللي قلت على هذه راه غنقولوا على هذه. الا كان هذا كي اول زيرو بلس، راه الالين ديال زيرو بلس هي اللي كتعطيني ناقص ما لا نهاية، ما فيها بس حتى يندل لنا نفس الطريقه اللي قلنا. اذا هذا زيرو بلس، بالتالي الالين ديال زيرو بلس كتعطيني ناقص ما لا نهاية. ونعطيك المثال العكس ديال هذا، إذا ليميت عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية، النهاية إكس كتول إل بليس لانفيني، إذا ديال إلين واحد على إكس، هاد واحد على إكس راه واحد على بليس لانفيني كيعطيني صفر، صفر بليس، لأن صفر بليس، والإلين ديال صفر بليس كتعطيني ناقص ما لا نهاية. ردوا البال، لان راه بزاف البعض كيعتقد خصو حتى يلقى ديك الالين اكس ديما دي خصها تقول بليس انفيني ولا تقول صفر عاد باش هو يلقى مولا انفيني ولا يلقى بليس انفيني. نعم دابا مع النهاية الثالثة، ليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهاية ديال الين اكس على x أس n تساوي صفر،
مع ان كينتمي لان اطوال، يعني من واحد حتى لبليس لانفيني، صافي. اذا هنايا تعطينا زيرو بليس. اذا نفس الطريقه اللي قلت دابا على هادو، راه نفس الطريقه، هذا خصو يقول بليس لانفيني، وهذا المهم خصو يكون هذا بحال هذا، وهذا واخا يكون اس ان راه كتساوي صفر. النهايه الرابعه، ليميت عندما يؤول اكس الى صفر زائد ديال اكس اس ان ln x يساوي صفر ناقص. نفس الشيء اللي قلت هنا غنقولو هنا، الا خصو يكون هذا بحال هذا، وغادي يعطينا ديك الساعه صفر، ولكن طبيعه الحال ديما خصهم يقولوا صفر بلس. نهايه اخرى خامسه، عافاك بالنسبه لهاد النهايه دابا اللي ذكرت، خصوصا هاد الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، خدموا عليهم بزاف، خصنا نخدموا عليهم بزاف، لانهم كان غادي نلقاهم في الامتحان الوطني بزاف، كنخدموا عليهم في الوطني، الامتحان الوطني كيكونوا بزاف هادو، هاد الربعه هاد. اذن ليميت عندما يؤول اكس الى صفر، نعطيونا صفر، الالن ديال واحد زائد اكس على اكس تساوي واحد. والنهاية السادسة غادي ندير حداها، ليميت عندما يؤول اكس الى واحد، هاد المرة الالين ديال اكس على اكس ناقص واحد راه كتساوي لنا واحد. اذا نتمنى يكون هاد النهايات هادو واضحين. دابا خصنا نشوفو الامثلة ديالهم، بعض الامثلة، وديك الساعة غادي ندو تمرين خاص بهاد النهايات هادو. اذا امثلة، مثلا ليميت عندما يؤول اكس الى صفر بلس ديال ln اكس على اكس. اذا كاين بعض طبيعه الحال اللي غادي يمشي مع هذه الخاصيه هذه، صح ان هذه الخاصيه دابا هنا بلس انفيني، حد نفس مكتوبه ln اكس على اكس، اس واحد يعني اس ان راه هنا واحد. اذا هذه حاله اخرى، ماشي دابا غنعوض عادي، دابا انا ما حطش الخاصيه مباشره. اذا الالين اكس ملي كيكون ملي كيقول اكس لصفر بلس، اذا الالين ديال زيرو بلس راه عندي قاعده هي مولا انفيني، كاينه قاعده عندي شفناها، اذا هي مولا انفيني، وهنا زيرو بلس غيعطينا زيرو، ماشي حيت عندي زيرو بلس، كنعاود نكرر هذا الخطا كنشوفه عند التلاميذ بزاف، ماشي حيت عندي زيرو بليس درت زيرو بليس، راه اليمين في الجدول، اليمين ديال الحل ديال هاد المعادلة اللي هو صفر، كاينة بليس، إشارة موجبة. إذا وهذا كيعطيني ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية على بليس، راه هي ناقص ما لا نهاية، زيرو بليس، إذن هي ناقص ما لا نهاية. مثلا مثال تاني، ليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه ديال اكس ناقص ln اكس. اذا هذه كنعرفوا شحال هذه بليس لانفيني، وهذه نهايات هي هذه، شوفوا معنا نعاود بحال نذكروا، هي نهايات هي هذه، ln ديال بليس لانفيني كيعطيني بليس لانفيني، الالين ديال بلس انفيني كيعطيني بلس انفيني، ومع هاد المعادلة يعطيني مولا انفيني. اذا هنا عندي شكل غير محدد اللي هو بلس انفيني مولا انفيني. جرت العادة بالنسبة للنهايات السابقة، كنا اما كنعملو ولا كنستعملو المرافق، مثلا الا كان عندي جذر مربع، غالبا في هاد النهايات ديال الالين غادي نستعملو غير التعميل. والتعميل سواء عملتي باكس اس ان ولا عملتي بالالين تخرج لك النهايه. اذا الى هنا وانا كنفضل نعمل باكس، لان كنسقطوا في واحد القاعده اللي شفناها ديال الالين اكس على اكس. اذا اكس عامل لي واحد ناقص الين اكس على اكس. اذا هذه قاعده دابا عندنا هاد السنه هذه صفر، هنا بلس لانفيني بلس لانفيني في واحد بلس لانفيني،
نعم. نشوف مثال آخر. ليميت عندما يؤول x إلى صفر مثلا، صفر أو اثنان أو واحد، طلع النهاية ماشي غير ديما خصنا ناخدو صفر. مثلا ناخذ صفر بلس ديال ln ثلاثة على x. إذا هنا هاد x هادي غتعطينا صفر بلس، وبالنسبة ل هنا ln ديال ثلاثة على زيرو بلس هي بلس لانفيني، والln ديال بلس لانفيني هي بلس لانفيني. إذا نتمنى إن شاء الله يكون الفيديو نال الإعجاب ديالكم ويكون الشرح واضح، وكان وعدكم بأن باقي تمارين أخرى في النهاية نظرا للأهمية ديالها. إذا ما تنساوش البارتاج، وما تنساوش الاشتراك في القناة، وما تنساوش أيضا الإعجاب وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. إلى اللقاء.